السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلبة والطالبات. بنستكمل مع بعض النهاردة منهج التاريخ للصف الثاني الإعدادي. أنا بدأنا مع بعض المرة اللي فاتت، وأنا اسمي الأستاذة مروة حمدي، هدرس معاكم بإذن الله منهج التاريخ للصف الثاني الإعدادي. بنستكمل مع بعض الوحدة التالتة اللي خدنا فيها المرة اللي فاتت درس تمهيدي بعنوان أحوال شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام. مهدنا لوحدتنا بالدرس ده، نبدأ مع بعض الدرس الأول. الدرس الأول عندنا بعنوان محمد المولد والنشأة، محمد صلى الله عليه وسلم. بنتكلم في الدرس ده عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، مولده كان إمتى وطفولته كانت عاملة إزاي وفترة شبابه حصل فيها إيه. هنتوقف عند زواجه بالسيدة خديجة رضي الله عنها. يبقى هنبدأ مع بعض نتعرف على ميلاد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لو نيجي نتكلم عن مولده، بنقول ان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولد يوم الاثنين، ويوم الاثنين من شهر ربيع الاول يوم 12 شهر ربيع الاول. يبقى مولده يوم الاثنين 12 من ربيع الاول سنه كام؟ سنه 570 ميلاديه. يبقى ولد محمد صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام، قلنا عندنا في يوم الاثنين، وده كان بيوافق 12 ربيع اول سنه 570 ميلاديه. زي ما قلنا المرة اللي فاتت، سيدنا محمد هيولد في قبيلة قريش، وقبيلة قريش كانت أشهر القبائل في مكة. إذن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولد في مكة. العام اللي ولد فيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عرف بعام الفيل. ليه عرف بعام الفيل؟ لأن في السنة دي جه شخص اسمه إبرهة الحبشي، حاول إن هو يهدم الكعبة المشرفة اللي كانت في مكة باستخدام جيش ضخم من الأفيال. القصة اللي خلدها القرآن الكريم في السورة اللي احنا اكيد كلنا عارفينها، سورة الفيل. بسم الله الرحمن الرحيم، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، فأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. ده كده السورة اللي بتلخص عندنا اللي احنا هنقوله دلوقتي، وقصة إبرهة الحبشي وهدم الكعبة. بنقول ان إبرهة الحبشي اراد انه يصرف الناس عن الكعبة المشرفة في مكة عشان يتجهوا للكنيسة اللي كان بانيها في ارض اليمن، وتبقى طبعا كل اتجاههم ليها ويبتعدوا عن بيت الله الحرام. فنتيجة لكده كون جيش ضخم من الافيال واتجه لهدم الكعبة بالفعل، لكن الرد هنا كان من ربنا سبحانه وتعالى، هو اللي دافع عن بيته، هو اللي دافع عن الكعبة بانه ارسل طيور من جهنم بتحمل حجارة محرقة اهلكت إبرهة وجيشه بالكامل. يبقى انا دلوقتي عندي عرفت ليه سمي العام اللي ولد فيه الرسول صلى الله عليه وسلم بعام الفيل، لان في العام ده حاول إبرهة الحبشي ان يهدم الكعبه بجيش من الفيله، والموضوع ده كان عامله عشان يصرف الناس عن تقديسها وزيارتها ويتجهوا الى كنيسته التي بناها بارض اليمن. يبقى احنا عرفنا اول حاجه اهو السنه اللي ولد فيها الرسول صلى الله عليه وسلم واشتهرت بايه، وربنا سبحانه وتعالى ازاي حمى بيته من الفكره او الخداع اللي كان من إبرهة الحبشية عشان يهدم الكعبة. بنبدأ نتكلم عن جزء تاني. احنا عندنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولد يتيما. يعني ايه ولد يتيما؟ يعني والده عبد الله ابن عبد المطلب توفي وهو جنين في بطن امه. قبل ما يولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولد والده عبد الله ابن عبد المطلب ودفن في يثرب. احنا قلنا المرة اللي فاتت ان قريش اشهر قبائل مكة كان بتعمل بالتجارة. اثناء عودة والد سيدنا محمد اللي كان بيعمل بالتجارة من احدى الرحلات التجارية اللي كانت متجهة لبلاد الشام، اثناء عودته دفن في يثرب، توفي ودفن في يثرب. عشان كده بمجرد ما تولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فرح بيه جدا جده عبد المطلب وبني هاشم كلها اللي هي عيلته، واعتبروه ان هو تعويضا لهم وعطاء لهم من الله وتعويضا لهم عن فقد ابيه. يبقى انا دلوقتي بما تفسر فرح عبد المطلب جد الرسول صلى الله عليه وسلم وبني هاشم جميعا بميلاد محمد صلى الله عليه وسلم، لانهم اعتبروه عطاء لهم من الله وتعويضا لهم عن فقد ابيه. نتيجة لكده بنلاقي ان جده حمله، جده عبد المطلب شاله وقعد يطوف بيه حول الكعبة، واختار له اسم محمد. وخلي بالنا ان اسم محمد ما كانش منتشر زمان زي دلوقتي، الاسم ده لم يكن مألوفا عند العرب. يبقى لما يجي يقول لي ده علامة صح او خطأ، كان اسم محمد مألوفا عند العرب في عند ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم، العبارة خاطئة، لم يكن هذا الاسم مألوفا عند العرب. طيب
جده عبد المطلب طاف بيه حوالين الكعبة واختار له اسم محمد، هو اللي اختار له الاسم ده. بما تفسر ليه عبد المطلب جد الرسول صلى الله عليه وسلم اختار له اسم محمد؟ السبب هنا انه اراد ان يكون محمودا في الارض والسماء، اراد عبد المطلب ان يكون محمدا محمودا في الارض والسماء. تمام كده، يبقى احنا عرفنا ليه فرح عبد المطلب بميلاده، وليه فرح بني هاشم كلها بميلاده، وسمي محمد ليه، وعرفنا ان الاسم ده لم يكن مألوفا عند العرب قبل الاسلام. يبقى كده يا سنة تانية احنا عرفنا مع بعض سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ليه فرح جده عبد المطلب بميلاده، وبني هاشم اجمعها فرحت بميلاده، وليه اختار له اسم محمد، وعرفنا ان اسم محمد كان مش مألوف عند العرب، لم يكن مألوفا عند العرب عند ميلاد سيدنا محمد. هنبدأ نتكلم عن جزء جديد في الدرس بتاعنا، وهو نسب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اسمه بالكامل ومحمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب، ده اسم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالكامل. لو رجعنا في النسب هنلاقيه بيمتد الى عدنان ابن سيدنا اسماعيل اللي هو ابن سيدنا ابراهيم عليهم جميعا السلام. يبقى هو من خيرة الانساب في مكة ومن اشرف الانساب في مكة. منين نتكلم عن والدته؟ بنلاقي ان هي اسمها السيدة آمنة بنت وهب، اخير الناس او من اخيار قريش في الوقت اللي اتولد فيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى احنا عرفنا اهو بالنسبه لنسبه بيمتد لمين وواصل لنسل الانبياء ازاي. بنبدا نتكلم عن طفولته، وبنلاقي ان كان من عادات اشراف مكه في الوقت ده ان هم يدفعوا او يرسلوا ابنائهم الى مرضعات من الباديه. طب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ارسل لمين؟ ارسل للسيده حليمه السعديه، اسمها حليمه السعديه لان القبيله بتاعتها اسمها بني سعد. يبقى من عادات اشراف مكه ان يرسلوا بابنائهم الى مرضعات من الباديه، وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ارسل الى السيده حليمه السعديه وهي مرضعه الرسول صلى الله عليه وسلم. طب نسال سؤال مهم، ليه كان من عادتهم ان هم يرسلوا بابنائهم لمرضعات من الباديه؟ البادية اللي هي الصحراء زي ما اتفقنا المرة اللي فاتت مع بعض. أولا عشان يكتسبوا فصاحة اللسان، فصاحة اللسان لأن في البادية اللغة يعني نقية جدا مش داخل عليها أي شوائب، فهيكتسب فصاحة اللسان ويكتسب أيضا قوة البنيان. الصحراء زي ما قلنا أمطار قليلة يعني جفاف، ودوت بيساعد أن الجسم يكون ناشئ بشكل أفضل. طب هيكتسب إيه كمان؟ رجاحة العقل، قاعد طول الوقت بيتأمل في خلق الله من حوله، سماوات وأراضي وكل ما خلق الله سبحانه وتعالى في الطبيعة، فده يديله رجاحة للعقل. يبقى تاني بنقول هو السؤال، بما تفسر ليه من عادات أبناء من عادات أشراف مكة أن يدفعوا بأبنائهم إلى مرضعات من البادية؟ ليكتسبوا ثلاث أشياء، أولا رجاحة العقل، ثانيا فصاحة اللسان، ثالثا عندنا قوة البنيان. وزي ما قلنا قبل كده سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هيرسل إلى السيدة حليمة السعدية من بني سعد، وهيستمر معها سيدنا محمد 4 سنوات، هيفضل عندها في بني سعد 4 سنوات، والأربع سنوات دول هيكونوا أعوام خير وبركة على كل من في بني سعد من نباتات وحيوانات وطيور وبشر. هيلاحظوا إن في خير كبير جدا عم على المكان في الفترة اللي كان فيها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عايش مع حليمة السعدية. لما هيتم 4 سنوات هترجعوا السيدة حليمة السعدية مرة ثانية لوالدته، أيوة فكروني كده كان اسمها إيه، هتعيدوا لوالدته السيدة آمنة بنت وهب، هيعود إليها في 4 ويستمر معها حتى 6 إلى أن تتوفى هي أيضا حتى يكون يتيم الأب والأم. يبقى هيستمر بعد ما هترجعوا حليمة السعدية إلى السيدة خديجة رضي الله، السيدة آمنة بنت وهب، هيبدأ سيدنا محمد معاها ويفضل معاها لحد ما هيبلغ 6 من عمره. تتوفى السيدة آمنة عشان يتولاه ويكفله جده، قلنا اسمه قبل كده، أيوة عبد المطلب. جده عبد المطلب هو اللي هيكفله بعد وفاة والدته آمنة بنت وهب، وهيفضل مع جده حتى عندنا عمر 8. يبقى فضل مع والدته حتى 6، فضل مع جده حتى 8، فضل مع حليمة السعدية حتى 4. نفتكر التفاصيل دي لأن كل دوت بيجي يسألني عليه في الامتحان. يبقى احنا سنة تانية اتفقنا خلاص مع بعض ان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فضل عند جده لحد عمر 8. لما توفى جده او توفى جده هيكفله عمه ابو طالب. نفتكر اسم ابو طالب كويس جدا لانه هيفضل مكمل معانا في الدروس اللي جاية، ده العم اللي هيربي سيدنا محمد وهيكون خير سند ليه حتى بعد تكليفه بالوحي ونزول الوحي عليه. طيب عمه ابو طالب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما عاش عنده، عمه كان فقير وكثير
الأبناء. فسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما حبش إنه يكون عبء عليه، ونخلي بالنا إن كان بيعامل أو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عمه كان بيعامله يعني كان أحب إليه من أبنائه وأفضل إليه كمان من أبنائه، لم يسيء معاملته، أحبه جدا. وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عشان ما حبش إنه يكون عبء عليه لأنه فقير وكثير الأبناء، فكر إنه هو يخفف عنه إزاي، إنه يخرج ليرعى الأغنام، ودي أول حرفة هيمارسها الرسول صلى الله عليه وسلم في طفولته. يبقى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هيخرج لرعي الأغنام في طفولته عشان يساعد عمه أبو طالب ولا يكون عبء عليه ويخفف عنه. طب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هيكتسب من هذه الحرفة العديد من الصفات. هيكتسب من الحرفة دي الشجاعة، لأنه بيخرج بمجموعة من الحيوانات مسؤول إن هو يحميهم ضد أي خطر. هيكتسب الرحمة والعطف، إنه مسؤول عن الحيوانات دي، لو حاجة لو حيوان اتجرح أو حيوان محتاج تطبيب هو اللي بيقوم بكل ده. هيكتسب الصبر لأنه بيخرج معاهم من أول اليوم لآخر اليوم، وهيكتسب كمان التواضع لأنه كان بينام أحيانا بجوار هذه الأغنام. يبقى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اكتسب من حرفة الراعي أو الحرف اللي مارسها وكانت في طفولته عدة صفات. أيوة قول معايا كده، أكمل من الصفات التي اكتسبها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من حرفة الراعي: عندنا الصبر، الشجاعة، التواضع، العطف، الرحمة. دي كلها صفات اكتسبها محمد صلى الله عليه وسلم من حرفة الراعي. لو نيجي نتكلم عن فترة تانية في حياة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهي فترة شبابه، ملان سيدنا محمد ربنا من البداية أعده لحمل رسالة الإسلام، بعده عن كل الخبائص والعادات السيئة اللي كانت ممكن تكون بتمارس في شبه الجزيرة العربية، لدرجة إن هو كان معروف في شبابه بالصادق الأمين. كان قريش كلها ومكة كلها عارفة عن صدقه وعارفة عن أمانته، وهي نفسها سكانها للقبوه بالصادق الأمين. كان معروف عنه صفات عديدة أخرى: العفة، طهارة، طبعا التواضع، كل دي صفات تميز بيها محمد صلى الله عليه وسلم. لما نيجي نتكلم عن فترة الشباب بنقول انه ابتدى يمارس حرفة اخرى غير الراعي واتجه الى التجارة، فخرج في اكثر من رحلة تجارية الى بلاد الشام. سمعت عنه السيدة خديجة رضي الله عنها، فارسلت اليه غلامها ميسرة، نفتكر الاسم ده كويس جدا، غلام السيدة خديجة ميسرة، تطلب منه ان هو يخرج تاجر بمالها الى بلاد الشام، يعني هي تجهز له رحلة تجارية وهو اللي يكون مسؤول عنها. هيوافق الرسول صلى الله عليه وسلم وهيخرج في الرحلة التجارية مع غلام السيدة خديجة بأموال السيدة خديجة رضي الله عنها، وغلام السيدة خديجة هو زي ما قلنا من شوية اسمه ميسرة. ميسرة أثناء هذه الرحلة هيلمس في الرسول صلى الله عليه وسلم الأخلاق والصفات الحميدة، هيعجب بيه جدا، ولما هيرجع كمان هيحكي كل اللي شافه للسيدة خديجة رضي الله عنها، ونتيجة لكده هتعجب هي كمان بيه، وهتكون لمست أمانته في تجارتها وأموالها، فهتعرض عليه الزواج وهيتزوجها. هيتزوج سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من السيدة خديجة رضي الله عنها، وهينجب منها 4 بنات وولدين. الولدين عبد الله والقاسم، الولدين عبد الله والقاسم. الأربع بنات زينب وفاطمة وأم كلثوم ورقية. زينب وفاطمة وأم كلثوم ورقية، دول أولاد الرسول صلى الله عليه وسلم من السيدة خديجة رضي الله عنها. وبهنا نكون وصلنا لنهاية الدرس الأول عندنا في الوحدة الثالثة من منهجنا للتاريخ للصف الثاني الإعدادي. هنبدأ مع بعض المرة جاية بإذن الله نتكلم إزاي هيكلف بالوحي، وإزاي هيجل سيدنا جبريل عليه السلام لأول مرة عشان ينبئه ويخبره فيما بعد إنه هيكون نبي هذه الأمة. يبقى المرة الجاية إن شاء الله بإذن الله نشوفكم على خير، ونبدأ نكمل مع بعض رحلة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مع الدعوة الإسلامية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.